نغير المسمى ما تصير جاسوسي الخاص. فكرة انت في شيء ثاني؟ خليك من الجيك انت. انت هندي ولا كويتي الحين؟ صدق عموني مرات تعجبني وني استغرب منك، ما اقدر اصنفك، اقول ذكي عبقري، مرات اشوفك عبقري ومرات اشوفك العكس. حين انت عندك شهادة علم جريمة من امريكا، انا افطن الشيء قبلك انت؟ والله عمتي انت الخير والبركة، انت لولا كان ما جبت الشهادة من امريكا، انت راس المال. اترك عنك هالحكي الزايد اللي كل ساعة تسمعني اياه. ما علينا، تدخل على كاميرات المراقبة وتروح زوم على رقم سيارتها. ونشوف سيارة باسمها ولا مو باسمها. كافطين، بسم الله عليك الرحمن الرحيم. ما انتهينا أمتي، ما حد هين بهالدنيا. على فكرة ترى سمر ذيك اليوم وفطنت لك وانت تحكي كويتي، ما بي مشاكل، وقعدة تتسأل وتعر. من فضلك حاول قدر الإمكان أن قدامهم ما يصير هالشي، بعدين نغير المسمى ما تصير جاسوسي الخاص، نشوف لك أي وظيفة ثانية، سكرتير مثلا، مراسل. الله يستر. والله تدري عادي شلون شكلي بقول لهم قبل لا يطيح الفاس بالرأس، أطلع أنا بالزينة واشرح لهم الوضع كله، ولا أنهم يكتشفوني ويقضبون علي شيء. ريمون خطبت. صدقين يما يا الشعور يا راوية، يعني معقولة كل الأمهات اللي ينخطبون بناتهم كذي مشاعرهم؟ يا الله يا رب إنك توفقها، يا الله يا رب إنك تتمم على خير. يا رب الله يوفقها إن شاء الله. حبيبتي أجمعين. خير يا باشا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في واحد هنا ساكن اسمه رافد. ايوه باشا، ساكن في الدور اهو يا باشا اللي جاي ده. تاني مشاكل يا حاج بتولي تاني؟ خلص انا اياك فيلك بعدين. الاخ رافد؟ ايه تفضل. عليك شكوى. انا؟ انا شكوى سويت؟ ايه نعم عليك شكوى. زين شوفني انا لابس، عندي سباق تكفى، خلني اروح الحق عليه واخلص وياكم. لا تفضل وياي. أنا بشاير سويت لها سكانر وعرفت كل صغيرة وكبيرة عنها، وهذا اللي سكنت ببيتي وقعدت ما أدري عنه شيء. حمني من باكر الصبح تجيب لي صحيفة الجنائية، أتعرف لي كل صغيرة وكبيرة عنها. استغفر الله. زين يلا استغفر الله. مع السلامة. إن شاء الله الموضوع مو جايد وراح يلحق على السباق. أي سباق؟ أنت لا تفنني بعد. أي سباق؟ أنا أهم السباق، نجح بالسباق، راح السباق، رد من السباق، المهم عندي سمعتي. أبى أشوف شو مسوي. ألو، هلا طال عمرك. سترك يا رب يا رب، سترك يا رب يا رب، سترك يا رب، سترك يا رب. كفارة مو بخير. لا هلا ولا مرحبا، هذه حركة تسويها فيني؟ ما سويتها إلا يوم اللي دريت إنه وراي سباق؟ توبكت من كل النواحي؟ يا أخوي حلالي فلوسي تعبي وشقاي، ما جت من الساهل مثل غيري. تاخر واحد يسولف عن التعب والشقا قدام عينك، أنت تغش الناس بالقراج، جاي الحين تتكلم عن الشرف والأمانة؟ ادفع 3000 اللي عليك والحق على السباق على ما قال جوجل ماب، 40 دقيقة وبتوصل. زين خلاص خلني أروح السباق الحين، وبالليل أعطيك فلوسك. الحين بفلوس بالليل أعطيك يوم في حلال اليوم أبي. ست دقيقة بتكلم التلفون. عرفت تلفونك؟ ليش ما تعلمني؟ ليش ما حطيتني بالصورة من أول؟ ما يصير يا رافد، ما يصير التعطل عن الناس وما تعطيهم حقوقهم ونوصل لهالمواصيل؟ ويا خالتي اللي مسويها فيني هذا صاحبي صديقي، أقوم وقعد وياه بنفس الدوانية، النيس ما سواها إلا اليوم، أنا الحين حدي متوهك. ما علت عليه من صديق. ما علينا ما علينا، الحين يك يك منان ويحل المشكلة، أعطيه شيك ويحل المشكلة، بس باكرتي تجابلني ونعرف يا رافد اللي لنا واللي علينا. محلولة محلولة إن شاء الله، كلها دقايق ونخلص يا رب.
أنا أروح حق المحقق لأنه ناطرني. توكل على الله. تعال تعال تعال. إيش فيك رافد؟ في شيء ثاني؟ خليك من الجيك أنت. أنت عندي ولا كويتي الحين؟ مو وقت الحين هالحكي. الحين لازم نخلص وتلحق على السباق. تالي أفهمك. من طاطا إلا السلام عليكم. عندي ولا كويتي؟ خاف عندي أمه كويتية ولا متخرج من الهند. أشو أني من عرفتها ما قلت له راح أسافرك. ريم ما أنا سمعت من خالتي سمر إنه في حد جاي متقدم لك. هو شلون؟ تو الناس أصلاً للحين ما قررت والموضوع سري ما حد يدري عنه. هي الموضوع سري وإحنا أهل وأنا يعني ولد خالتك بالنهاية. ما أدري شلون أمي نشرت الخبر بسرعة. يعني حتى أبوي للحين ما وافق. لا تخافي الخبر ما انتشر. وأنا أمي مستحيل أقول حق أحد يعني. وأنا ريما الصراحة كنت ناوي يعني بإجازة كريسمس هذه النهاية وتقدم لك. بس الحين يا أحد وسبقني. ريما ما أدري شلون يعني تجرأت ويا تكلمتك. بس أنا من زمان عيني عليك. وحتى أمي تدري بالموضوع. وخفت الصراحة إنه يعني ما يوكلمك. وتو الخطبة بأولها يعني تقدري تختاريني وتختارينه. واللي يسلمك لا تحرجني جورج. لا تحاتي ريما ترى ما حد يدري إنه جاي أكلمك. وأنا الصراحة من زمان كنت ناوي أجي وأكلمك وأتقدم لك بس طول عمري أشوفك صغيرة وخايف لا أتقدم لك والرفض. النصيب ما يعرف لا صغير ولا كبير جورج. عن إذنك.